بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 87. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وأن نأخذ من أقوال العلماء ما يوافق الكتاب والسنة، ولا نأخذ بأقوالهم إلا إذا لم يكن عندنا دليل واضح من الكتاب والسنة، فنأخذ من أقوال العلماء ما يوافق الكتاب والسنة، ولا نأخذ ما يوافق أهواءنا، لأن بعض الناس يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق رغبته وهواه ولو خالف الدليل، فيأخذ ما يوافق هواه، أما أهل العلم والتحقيق فيأخذون ما يوافق الدليل ولو خالف أهواءهم، لأنهم يعلمون أن الخير في اتباع الدليل، وأن اتباع الأهواء يوقع في المحذور، ويوقع في الخطر والهلاك. أقوال العلماء إنما تعرض على الأدلة، ما كان له دليل منها فيؤخذ به، ومن لا يعرف هذا يسأل العلماء، ما يأخذ ما قال به فلان وفلان وهو لا يعرف دليله ولا يعرف حقيقته، وإنما لأنه يوافق رغبته يوافق هواه، فهذا ضال، هذا ضال، لا يريد الدليل وإنما يريد ما يوافق هواه. قال العلماء لا شك، العلماء المجتهدين الأكفياء، قد يقع فيها خطأ لأنهم ليسوا معصومين، لكن إذا اجتهد المجتهد من العلماء وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، والخطأ مغفور له لأنه لم يقصده. أما من يتبع ما يصلح له ويوافق هواه من أقوال العلماء ويقول هذا قال به فلان، فهذا لا يغنيه شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وهو مسؤول عنه يوم القيامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يقول أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لأنه جعل هذا العالم شريكا لله في التحليل والتحريم، تحليل والتحريم إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأهل العلم، ليس لأهل العلم، إنما يؤخذ من أقوالهم ما يوافق الدليل. قد يقول قائل: إذا كان الإنسان ما يعرف ما له دليل
ما يعرف من أقوال العلماء ما له دليل، نقول يسأل أهل العلم ولا يأخذ به على طول، يسأل أهل العلم عن هذا ليرشدوه. والمسألة مسألة ذمة، مسألة دين، فالإنسان لا يفرط بدينه اتباعا لقول فلان وعلان. اسمعوا هذا الكلام، يقول: عجبت لقوم، يا الإمام أحمد، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري الإمام الجليل، ولكن لا يؤخذ بقوله إلا إذا استند إلى دليل من الكتاب والسنة. يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول أحمد: الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. الزيغ هو الضلال عن الحق، يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا زاغ الإنسان عن الحق اتباعا لهواه وأخذ ما يوافق هواه، فإنه يصاب بالفتنة، يصاب بالفتنة، أن تصيبهم فتنة. والفتنة هنا هي الشرك، لأنه جعل العلماء شركاء لله في التحليل والتحريم. نعم. عن أحمد: نظرت في المصحف ووجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل يقبل ويقتنع. ولا يكفي هذا، ويسلم تسليما، يحكمون ثم لا يجدون حرجا في أنفسهم إذا كان ما قضى به الرسول ثقيلا عليهم، لا يكون فيها حرج، بل تطمئن نفوسهم بهذا لأنه الحق. ويسلم تسليما، ما يعترضون، وإنما ينقادون لله عز وجل ولحكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن أبو طالب من أصحاب الإمام أحمد ومن تلاميذه. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. نعم. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث
فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. نعم، إذا صح الحديث سند الحديث برجاله الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به، وإن كان في رجال في بعض رجاله مقال أو ضعف أو سوء حفظ فإنهم لا يعتمدون عليه حفظا لدينهم. نعم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. سفيان بن عيينة في مكة، وسفيان الثوري في العراق، هؤلاء هم السفيانان. إذا قيل السفيانان، الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هذا إذا قالوا الحمادان. نعم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. نعم، هكذا ضبط أقوال أهل العلم، لها دواوين معروفة ولا يؤخذ بها إلا إذا وافقت الدليل من الكتاب والسنة. بعض الناس يقول ما دام قال به فلان فاللوم عليه هو، أنا آخذ بقوله واللوم عليه. نقول لا، اللوم عليك أنت، هو مجتهد يصيب ويخطئ، فأنت لا تأخذ بقوله قضية مسلمة. إذا كنت ما تحسن الاختيار فاسأل أهل العلم الذين يعرفون القول الصحيح من غيره، ولم يبق لك عذر في هذا. نعم. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. هذا العمل الذي يأخذ ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، هذا يصاب بالزيغ. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن زاغ عن الحق إلى الباطل لأنه يوافق هواه فإنه يزيغ الله قلبه والعياذ بالله عقوبة له. نعم. فقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. انتبهوا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. يقولون الاجتهاد انقطع لأن العلماء الذين يبلغون حد الاجتهاد ماتوا انقطعوا، ونحن نأخذ من أقوالهم، ما لنا سبيل إلا أن نأخذ من أقوالهم. نقول نعم، خذوا من أقوالهم ما وافق الدليل، هم ليسوا مشرعين إنما هم مجتهدون، فخذوا من أقوالهم ما وافق الدليل. إذا لم تعرفوا فاسألوا أهل العلم عن ذلك. نعم. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنكر عليه أحد أخذه قول فلان أو علان من العلماء أنكر عليه ذلك، قال هو أعلم مني ومنك. ولو كان أعلم مني ومنك ليس معصوما، قد يخطي، ما يكفي أنه أعلم مني ومنك،
العصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغير يبحثون عن أقوال العلماء ويأخذون بما يوافق هواهم ولا يسألون عن دليله ومستنده، وإنما ولا يحرصون، لأنه ربما يتبين أنه ليس له دليل وهم يريدون هذا القول لأنه يوافق هواهم، فلا يبحثون عن هذا ولا يسألون عنه، ما دام قال به عالم من العلماء فهذا عذري. الله لم يتعبدك بأقوال العلماء، تعبدك بقوله وقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء تعرض على الأدلة. نعم. والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. اي نعم، لماذا تأخذ بقول هذا العالم تترك من خالفه من العلماء إلا لأنه وافق هواك؟ ما دام خالفه من أحد من العلماء فعليك أن تسأل أيهما أصح، قول فلان أو قول فلان، لأجل أن تأخذ بالصحيح. نعم. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. ما من إمام، كيف بطالب العلم؟ الإمام، الإمام معه بعض العلم وليس كل العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. أي نعم، إذا عرفت دليل القول من أقوال العلماء ومستنده فخذ به ولو خالفه من خالفه، لأن الحجة مع من معه الدليل. نعم. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا، هذا أمر من الله جل وعلا لنا للأولين والآخرين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نتبع المنزل، ما نتبع الاجتهاد، إنما نتبع الاجتهاد إذا استند إلى المنزل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسألة مسألة ذمة ومسؤولية. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول، لأن ما يقوله الرسول وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم، يكفي العالم كلهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا يكفي كل مسلم، الكتاب وهو القرآن والسنة النبوية لأنها مفسرة للقرآن وهي وحي من الله عز وجل. نعم. أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. المقلد
الذي يأخذ أقوال الفقهاء ليس من العلماء. العالم هو الذي يعرف القول بدليله من الكتاب والسنة، هذا هو العالم الحقيقي. أما المقلد فلا يعتبرونه عالما. نعم. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء. يقول الشارح رحمه الله: قلت نعم. ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو يتبع الحديث الصحيح، فما وافق الدليل من أقوال أهل العلم المجتهدين يؤخذ به، يأخذ به المحتاج الذي لا يقدر على الأخذ مما أخذوا يأخذ به، ولا يأخذ أقوال العلماء على طول من غير تمحيص ومن غير سؤال عنها ومن غير مراجعة للكتب. نعم. عن إذنك فضيلة الشيخ، هذا صاحب سيارة هاونداي فان رقم 4491 مغلق على أحد الأبواب لعله يخرج سيارته. نعم. يقول: قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها، لقول إمام من الأئمة. نعم. فالتقليد إنما يصار إليه لمن لا يعرف الدليل ومستنده وهو محتاج، لا بأس أن يقلد في بعض المسائل إلى أن يقدر على معرفة الأقوال الراجحة والمرجوحة والصحيحة وغير الصحيحة، لأن المسألة مسألة ذمة، ذمتك أنت، ما هي ذمة الذي قلدته، ذمتك أنت، لا تتبع إلا ما صح به الدليل، وإذا لم تعرف اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لست في متاهة والحمد لله، عندك الكتاب والسنة، ثم عندك العلماء الربانيين، فأنت تسير مع الطريق الصحيح الموصل إلى الله إذا أحسنت السير وحرصت على الحق وبحثت عنه، فإنك توفق بإذن الله. ولو أخطأت في بعض الأشياء فخطأك مغفور، لأن هذا منتهى قدرتك. نعم. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها، لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. الكتب كل ما تقدم منها فهو أصح من المتأخر، فعليك بالأخذ بالقديم مهما أن كان كذلك من كتب أهل العلم. نعم. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أي اليهود والنصارى، أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والحبر هو العالم عندهم
والراهب هو العابد، فهم يقلدون الأحبار والرهبان، هذه طريقة اليهود والنصارى. أما المسلمون إنما يتبعون الكتاب والسنة ولا يأخذون من أقوال الأحبار والرهبان إلا ما وافق الدليل. نعم. كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، فيجب على من نصح نفسه. عدي بن حاتم لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، لأن عدي بن حاتم كان حاتم الجواد المشهور كان نصرانيا، وابنه عدي أسلم وصار صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عدي بن حاتم. نعم. قال إن لسنا نعبدهم يا رسول الله، لما سمع قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني اليهود والنصارى، وهو كان نصرانيا، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم، ليس عبادتهم أنك تركع له تسجد له تدعوه، إنما إذا اتبعته من غير دليل إلا أنه يوافق هواك هذه عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة. نعم. لا تأخذه قولا مجردا حتى تعرف دليله، إن كنت لا تعرف دليله اسأل أهل العلم حتى تكون على بصيرة. نعم. فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله. نعم. والحق في المسألة واحد. نعم. والأئمة ما يتعدد واحد، فمن أصاب الدليل فهو على الحق، ومن خالف الدليل فهو مخطئ للحق، لكن إن كان مجتهدا قد يعذر، إن كان غير مجتهد وإنما يأخذ ما يوافق هواه فهو ضال. نعم. والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم. نعم. فالمنصف مثابون على اجتهادهم، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. نعم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. نعم. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان شابا عالما تقيا، سأله كيف يقضي بين الناس، لأنه بعثه قاضيا وداعيا ومعلما. نعم. قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. نعم. هذا كلام معاذ رضي الله عنه، إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، يختبره قبل أن يرسله،
وهكذا يجب أن يختبر القاضي قبل أن يرسل ويولى القضاء، يختبر عند المرجع الذي يعين القضاة، اختبره أولا. نعم. قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول ولا آلو يعني ولا أقصر في الاجتهاد. نعم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نجح في الاختبار رضي الله عنه، فأثنى عليه الرسول ودعا له. نعم. وساق بسنده عن الحارث ابن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. نعم. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. إنما العلم كبحر زاخر، فخذ من كل قول أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فخلك على هذا الطريق، لا تأخذ الأقوال قضية مسلمة، بل تمحصها وتعرضها على الكتاب والسنة، وإذا كان ما عندك مقدرة اسأل أهل العلم عنها. نعم. كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء، قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. أبو حنيفة رضي الله عنه هو أقدم الأئمة الأربعة، يقال إنه أدرك الصحابة، أدرك بعض الصحابة، والصحيح أنه ما أدرك أحدا من الصحابة، وإنما أدرك التابعين، فهو من أتباع التابعين وأقدم الأئمة الأربعة. نعم. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. نعم. القرن الأول والقرن الثاني على الرأس والعين، أما الثالث وهم التابعون فأبو حنيفة يقول هم رجال ونحن رجال. ومن هو أبو حنيفة؟ الإمام الجليل. بعض الشباب يقول هذه الكلمة: نحن رجال وهم رجال. وين أنت وياهم؟ هم رجال لكن أنت من رجل علم ولست مثلهم. نعم. وقال رحمه الله: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه. يقول أبو حنيفة رحمه الله. نعم. وقال رحمه الله: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه. قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه. قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، يقدمون قول الصحابة على قول أبي حنيفة. نعم. وقال الربيع: سمعت الشافعية رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. نعم. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. هذا قول الشافعي رحمه الله، أضربوا بقولي عرض الحائط، إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: كلنا راد ومردود عليه إلا، يقول مالك كلنا راد ومردود عليه
إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في المسجد النبوي. نعم. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك. نعم. فلا عذر لمقلد بعد هذا، ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. نعم. قوله: لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يأخذه ويقبله ولو خالف هواه ورغبته. نعم. لأن الخير فيه. نعم. نبه رحمه الله أن رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق متعمدين أزاغ الله قلوبهم، فسدت قلوبهم والعياذ بالله، وظلت صارت زائغة لا تقبل الحق بعد ذلك. نعم. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم السبب، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم السبب. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. نعم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. انتهى. نعم. وقال أبو جعفر ابن جرير عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه، فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. نعم. قال أبو جعفر: أدخلت عن، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قال أبو جعفر: أدخلت عن الطحاوي. نعم. قال أبو جعفر: أدخلت عن، لأن معنى الكلام أدخلت عن في الآية، خالفون عن أمره، عن أمره. نعم. أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. نعم. قوله: أو يصيبهم، في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. يقول عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا قبل أن يسلم: إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبد العلماء. فقال الجواب: نعم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نعم، طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذه عبادتهم. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد ابن حميد
وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الهاء المهملة المشهور بالسخاء والكرم. حاتم الطائي مشهور بالكرم. نعم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. نعم. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. نعم. ومن الشرك ليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قال بلى، قال تلك عبادتهم. نعم. في الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، لا يغفر له، بخلاف الذنوب التي دون الشرك فإنها على رجاء المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. نعم. لمن يشاء. نعم. عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. ويظهر ذلك قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني عند الذبح، عند الذبح فلا بد من ذكر اسم الله عليه حتى يكون حلالا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وإنه لفسق، وإنه لفسق أي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ماذا يقولون؟ يقولون لهم أنتم تستحلون ما ذبحتم بأيديكم ولا تستحلون ما ذبحه الله، يسمون الميتة ذبيحة الله، يقولون الله ذبحها بشنشير من الذهب، هكذا يفترون على الله عز وجل أنه ذبح الميتة فهي حلال. نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذه الكلمة، يقولون أنتم تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما ذبح الله وهي الميتة. نعم. وإن الشياطين يوحون لهم بهذا. نعم. وإن شياطين الإنس والجن، ما هو لازم إنهم شياطين الجن، بل شياطين الإنس أيضا. نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. هذا من شرك الطاعة. نعم. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبار، مع من قلدوهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك، ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة. ويقولون أنتم ما تعرفون الدليل، ما تولي يعرفون الدليل، ما لكم إلا تقلدون. سبحان الله، العلم انتهى ومات، العلم باقي ولله الحمد، ولا يرفع إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة، لمن طلبه وابتغاه موجود والحمد لله. نعم. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول
هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام. نعم. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل فتغيرت. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلما جرى، وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك، هذا في كل وقت وفي كل زمان، ليس في وقت نزول القرآن فقط، الرسول تجب طاعته والاستجابة له إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، لا يجوز العدول عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره كائنا من كان. نعم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وعن زياد ابن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. هذه الثلاثة هي التي تهدم الإسلام. الأولى زلة العالم. زلة العالم، العالم ليس معصوما، يزل ويخطي، ولا يجوز لنا أن نأخذ نقول هذا قول فلان العالم الفلاني، لا، إن كان قوله يوافق الدليل خلنا به وإلا تركناه ولو كان من أجل العلماء. نعم. وجدال المنافق بالكتاب. هذه المصيبة، أن فيه المنافقون الذين يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر ويجادلون بالقرآن لأجل أن يقبل قولهم، فلا يقبل، وإن جادل بالقرآن لا يقبل هذا لأنه منافق، والمنافق هو الكافر لكنه يظهر الإسلام بلسانه وهو كافر في قلبه، هذا الكفر الاعتقادي. أما الكفر العملي فلا، ما يصل إلى حد الكفر. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. نعم. وحكم الأئمة المضلين. نعم. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. آمين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يستطيع الإنسان التخلص من اتباع الهوى المنهي عنه؟ يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، وأنت في صلاتك في كل ركعة ماذا تقول؟ تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت من يقول بأن العالم الذي يرد على المخالف وعلى الأقوال هو العالم بالمسألة التي فيها مخالفة، ولا يشترط أن يكون عالما بكل شيء بالمعنى العام،
فهل ما ذكره صحيح؟ نعم، العالم قد يكون عالما في بعض المسائل دون بعض، ما هو محيط بالعلم كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يأخذون ما نقله بعض العلماء في كتبهم من إجماعات لأنه أمر مسلم به، ولا يبحثون عن إثبات هذا الإجماع، ويقولون إن الأصل في كلام هذا الإمام أنه مسلم به فلا يحتاج إلى اتباع أو إلى إثبات. الإجماعات لها كتب، لها كتب معروفة يرجع إليها، ولا يؤخذ دعوى الإجماع من غير الرجوع إلى الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن طلاب العلم من خريجي كلية الشريعة، هل يعني كلام المؤلف رحمه الله اتباع الدليل أن نترك التمذهب وأن نجتهد في اتباع الدليل نحن؟ ما قال لك مترك التمذهب، التمذهب الذي عليه دليل لا بأس به، ما قال لك مترك التمذهب وارجعوا للدليل وأنتم لا تزالون طلبة علم ما بلغتم المبلغ الذي يؤهلكم إلى هذه المرحلة، ما قال لكم هكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل قول الإمام حجة إذا لم يخالفه أحد غيره؟ إذا لم يخالفه أحد فهذا إجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يجوز للإنسان التقليد ومتى يحرم عليه؟ يجوز له التقليد إذا كان مبتدئا ولا يحسن معرفة الأقوال بدليلها فيقلد، لأنه مضطر إلى هذا، لكن لا يقلد أي أحد، يقلد إماما من الأئمة الموثوقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لطالب العلم، هل الأفضل له دراسة الفقه بالطريقة المذهبية، أم أنه يدرسه عن طريق اتباع الدليل بالنظر إلى جميع الأقوال والترجيح؟ لا يا أخي، العلم بالتدرج، التعلم بالتدرج، ادرس الفقه أولا ثم بعدما تدرسه اطلب الراجح من المرجوح، تعرف الراجح، وإذا وصلت إلى مرحلة معرفة الدليل فإنك تطلب الدليل أيضا، يعني مراتب، ما هو على طول أنك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة أنه يعمل بالدليل من القرآن لكن لا يعمل بالدليل من السنة لأن فيها الصحيح والضعيف، يقول: هذا كلام باطل، قالوه. نعم، هذا لو يسمون القرآنيين يلغون السنة، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما آتانا الرسول يجب علينا أن نأخذه، والسنة تأتي بعد القرآن، أولا القرآن الكريم ثم السنة النبوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يأثم العامي إذا أخذ قول العالم المخالف للدليل والعامي لا يعرف أن هذا القول مخالف؟ يسأل يا أخي، ما هو بيأخذه على طول وما يعرف دليله، يسأل أهل العلم. نعم، العامي يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما هو بيقرأ من الكتب ويعمل به وهو ما يدري وش الصحيح من اللي ما هو بصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل كل من أدى صلاة تكون صلاته ناهية عن ذلك؟ يرجى ذلك، يرجى من الله عز وجل ما نسيء الظن بالمصلين الذين يصلون، نرجو الله أن تكون صلاتهم صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: ما حكم قيام النساء بتنظيف المقابر؟ لا يجوز للنساء أن تزور المقابر ولا أن تدخل في المقابر، ممنوع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر قريبها ولا غيره، ولكن تدعو لأقاربها وتدعو لأموات المسلمين وهي في بيتها أو في مكانها، ولا تذهب إلى المقابر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخل علينا رجل في المسجد واستنكر وضع المصاحف خلف المساند، مساند الظهر، بحجة أن المصلين عند صلاتهم تكون المصاحف خلفهم، يقول: ما التوجيه في هذه المسألة؟ هذه مبالغة، لابد تكون المصاحف موزعة على الصفوف، ولا بأس إذا كانت المصاحف من وراء جدار، أنت بينك وبينها جدار، ولست مستدبرا لها، بينك وبينها جدار، وهي موضوعة في هذا الجدار لمن خلفك ومن خلف من خلفك وهكذا لأجل المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نسمع بين كل فترة وأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي من يحلل بعض ما حرم الله فيتبعه بعض الناس، هل هذا داخل في قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ اي نعم، داخل من باب أولى، وقد يكون ما يبث وما هو من أقوال العلماء، إنما من أقوال المتطفلين على العلم والمتعالمين، فلا يقبل في المواقع ولا في غيرها إلا ما صح به الدليل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة العصر بعد الصلاة جماعة؟ ما ورد هذا فيما أعلم، إنما كانوا يقرؤون سورة العصر عند التفرق، إذا أرادوا أن يتفرقوا يقرؤون سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافة بين مدينة الرياض والخرج هل هي تعد مسافة قصر؟ كان في الأول، أما الآن تقارب البنيان من الخرج ومن الرياض، وكاد أن يلتحم، فلا قصر بين الرياض والخرج الآن، تقارب البنيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى الحدائق التي فيها اختلاط ونساء مسلمات أو كافرات وقد يكن غير ملتزمات بالحجاب، هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه الحديقة بأهله؟ لا، هذه منكرات، ولا يجوز أن يذهب إليها إلا من يصلح وينكر ويبين للناس، ينصح، أما أنه يذهب ويجلس فيها بين هذه المنكرات ولا يقول ولا ينكر فلا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء الاستفتاح الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث، هل يقال مرة واحدة عند بداية صلاة الليل أم يقال في بداية كل ركعتين؟ الاستفتاح، هذا الاستفتاح يقال في كل ركعتين، لأن كل ركعة صلاة مستقلة يستفتح لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في صلاة الليل وبعد انتهائي من الركعتين أقوم بالدعاء ثم أصلي ركعتين ثانية ثم أدعو، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا بأس بذلك، يعني تدعو بين الصلوات، بين التسليمات تدعو الله، لا بأس، هذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم جمع الإنسان الصلاتين قبل السفر لكن عنده نية سفر؟ لا، ما يجوز هذا، لا يجوز الجمع إلا إذا خرج من عامر البلد، يجوز له الجمع والإفطار في رمضان إذا خرج من عامر البلد. أما ما دام في بيته وهو ينوي السفر أو يمشي في البلد فهو لم يسافر بعد. نعم، السفر من السفور وهو البروز، فإذا برز من البنيان قاصدا السفر تبدأ الرخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وصلتني رسالة في الجوال فيها السلام عليكم ورحمة الله، يقول: هل يجب علي أن أرد السلام كتابة أم يكفي أن أنطق وهو ليس عندي؟ وهل أحصل إذا رددت على 30 حسنة؟ ما هو بلازم أن رد السلام يكون كتابة، يكون بالقول. إذا سلم عليك أحد في الكتاب أو في التلفون فإنك ترد عليه السلام، أو في خطاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد وأصلي في رمضان بالجماعة صلاة التراويح، فهل لي بعد ذلك أن أوتر في المنزل كل ليلة أم أكتفي بما فعلت في مسجدي؟ تكتفي بوتر واحد، ما تكرر الوتر في الليلة، قال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ولا مانع أنك إذا أوترت أنك تصلي بعد الوتر؟ ما في مانع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ثم يصلي بعد الوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق إعلان في المسجد بأسماء المتبرعين لهذا المسجد لأجل الحث على إكماله؟ لا يعلق في المسجد شيء، إنما يعلق خارج المسجد. المسجد لا يعلق فيه كتابات، لأن هذا يشغل المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم خروج المرأة إلى الصلاة وقد تطيبت؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة، لأن هذا يفتن بها ويلفت النظر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، تفلات يعني غير متطيبات وغير متزينات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا بعض الذين ينتسبون إلى منهج السلف يتصدرون للرقية الشرعية، أنشأوا مركزا خاصا لأجل هذه الرقية. يقول: في بلدنا بعض الذين ينتسبون إلى منهج السلف يتصدرون للرقية الشرعية وأنشأوا مركزا خاصا للرقية، يأخذون رسوما ويزهدون الناس في العلاج بالطب الحديث، ويقولون: هذه أدوية كفار لا يتداوى بها. يقول: ما القول في هذا الأمر؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم، يتداوى بالقرآن وبالرقية لا بأس بذلك، لكن لا يمنع هذا التداوي بالطب أيضا. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال الإنسان الشهادتين وهو يحتضر، فهل يكون بذلك مسلما؟ يحتضر، ما هو يحتضر، وهو يحتضر. نعم. فهل يكون بذلك مسلما؟ فات، إذا بلغت الروح الحلقوم فات التوبة، إذا بلغت الروح الحلقوم فاتت التوبة، فلا يقبل من تائب توبته ولا من كافر إسلامه إذا بلغت الروح الحلقوم والغرغرة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حذر عالم معتبر
من عالم آخر معروف بالسنة والاستقامة، هل يؤخذ بقوله مطلقا بحجة أنه أعلم به من غيره؟ لا أدري ما أيهما على الصواب، ما دام أنه عالم وموثوق فإنه يؤخذ بقوله، وإن قال أحد من العلماء لأنه لا يتبع قد يكون هناك هوى بينهم أو يكون بينهم شيء من النفسانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تشرع التعزية في المقبرة؟ لا بأس بذلك، لكن ما يجعل مكان مظلة يجتمعون تحتها، ما يجعل هذا ممنوع، يعزيه في المقبرة وهو عابر سبيل ويمشون أو وهو واقف عند القبر ما في بأس، أما أنه يبنى سرادق ويجعل للتعزية هذا ما يجوز في المقابر، وقد منع منه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأمر بإزالة ما وضع في مقبرة المعلات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعد مرور 40 يوما من وفاة الميت فإن أهله يقيمون مأدبه ويذبحون شاة ويتصدقون بها، هل هذا مشروع؟ هذا بدعة ولا يجوز، هي يسمونها صدقة أو ذبيحة الحفرة، هذه بدعة ولا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول طالب العلم المبتدئ هل له أن يقرأ في كتاب فتح المجيد؟ المبتدئ نعم يقرأ فيه ويسأل العلماء إذا أشكل عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا أنصح الناس لكن لا يستجيبون لنصحي، فما الواجب علي وماذا أصنع؟ أنت استمر في النصح ولو لم يستجيبوا لك، استمر في النصح تؤدي ما عليك ويبقى ما عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كثرت المنكرات فما الواجب على المسلم حينئذ، خاصة المنكرات التي اعتاد عليها الناس؟ ينكر، يجب على المسلم أن ينكر المنكرات ولو كثرت، ينكرها لتبرأ ذمته ولا يسكت عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول شخص أقام الصلاة حتى بلغ حي على الصلاة فتوقف ولم يكمل ورجع إلى الصف، فقال أحد المصلين للإمام أقم الصلاة من جديد مرة أخرى، يقول هل يجب عليه أن يبدأ من جديد أو يكمل على الإقامة السابقة؟ لا، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت؟ نعم، شيء طيب هذا، يتصدق عن الميت، يحج عن الميت، يعتمر عنه، طيب هذا إذا تقبله الله ينفع الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأعمال التي تدخلها النيابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول قراءة سورة البقرة كل يوم هل هذا أمر مشروع؟ لا أعرف يعني ترتيبها كل يوم، لكن ورد صح في الحديث أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي أبي رحمة الله عليه، فهل الأفضل من ناحية البر أن أزوره في المقبرة أو أن أكثر من الدعاء له؟ لا، زره وسلم عليه وادعو له، زيارة القبور سنة لا سيما زيارة الأقارب. نعم، تسلم عليه وتدعو له، ينتفع الزائر والمزور أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كيف يستطيع الزوج المعدد أن يعدل بين زوجاته في مسألة المحبة؟ يقول
لا يمكن العدل بينهم في المحبة، لكن العدل بينهم في الكسوة والنفقة والمبيت يعدل به، هذا يستطيعها الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد من قال هلك الناس فقد أهلكهم؟ وما نعم ورد هذا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فلا يجوز هذا، ما هلك الناس كلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنسان يطيل المكث في الحمام أكرمكم الله وتفوته الصلاة باستمرار، هل يأثم على هذا الفعل؟ إذا كان هذا ليس بتعمد منه، وإنما هو شيء يعني شيء يطرأ عليه ولا يستطيع دفعه، هذا يسمى الوسواس، فعليه أنه يحاول نفسه من ترك هذا الوسواس ويتوضأ ويخرج، يعود نفسه على ذلك، يستعيذ بالله من الشيطان إذا أراد أن يدخل لقضاء الحاجة أو الوضوء، يستعيذ بالله من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يذهب إلى مطاعم توجد فيها موسيقى ويقول: أنا لا أتعمد سماعها وإنما أنكرها في قلبي وأتناول الطعام هنا، هل يجوز له ذلك؟ الإنكار بالقلب ما يكفي، لا بد من الإنكار باللسان، الإنكار باليد هذا لأصحاب السلطة، الإنكار باللسان هذا للعلماء والذين عندهم معرفة بأن هذا منكر، إذا لم يستطع هذا وهذا ينكر بقلبه ويعتزل مكان المنكر، أو ينكر بقلبه يجلس في مكان المنكر يعتزل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الميدالية التي للمفاتيح إذا كانت من ذهب هل يجوز للمرأة أن تتخذها؟ لا، المرأة ما يباح لها من الذهب إلا الحلي الذي تتحلى به مما جرت به عادة النساء، أما أن تجعل لها أواني من الذهب أو تجعل لها مفاتيح من الذهب هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فاتتني السنة الراتبة لصلاة الفجر وقد أردت أن أؤديها وقت الضحى، هل لي أن أجمع بين نية صلاة الضحى وركعتي الفجر بنية واحدة؟ لا، تنوي راتبة الفجر ثم تصلي بعدها ما تشاء من النوافل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. انتهى، وفقك الله.